يقول أرجو إفادتي عن كيفية البدء في الطواف، وهل أكبر وأرفع يدي عند محاذاتي للركن اليماني أو عند محاذاتي للحجر الأسود؟ الأركان، أركان الكعبة أربعة. الأول الركن الحجر الأسود، هذا هو مبدأ الطواف، فإذا حاذيته وأنت تريد الطواف فإن تيسر أنك تمسحه بيدك وتقبله فهذا مستحب سنة، وإن لم يتيسر فإنك تمسحه، إن لم يتيسر لك التقبيل تمسحه بيدك أو بشيء معك، آلة معك، عصا أو نحو ذلك، ثم تقبل ما مسحته به، تقبل ما مسحته به. فإذا لم يتيسر لك لا التقبيل ولا المسح فإنك تشير إليه إذا حاذيت، ترفع يدك وتقول الله أكبر ثم تواصل الطواف. هذا الركن الأسود. الركنان الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان ولا يشار إليهم، الركنان الشاميان اللذان في شمال الكعبة لا يقبلان ولا يستلمان ولا يشار إليهما. أما الركن اليماني فإنه يستلم ولا يقبل، وإذا لم يتيسر أنك تستلمه للزحمة فإنك لا تشير إليه، تمشي ولا تشير إليه. إذن الركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه. الركن الأسود وهو الحجر الأسود يستلم ويقبل أو يشار إليه، أما الركنان الشاميان فلا يقبلان ولا يستلمان ولا يشار إليهم. نعم. ما هي السنة؟ هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.